الدعرة الصفراء عم تجي تغط حد صباح الورد لأحلى متابعين. أنا محمد معكم، رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم معي اثنين رفقاتي ونزلنا شغلنا صوت للزعرة الصفراء وصوت ورور، وإن شاء الله في حركة. لحد هلأ يعني صرنا قاتلين ثلاثة زعرة صفراء، يعني شغلت الجهاز بلحقنا اسا نفتح كاميرا. شكت دغري الزعرة الصفراء على الجهاز. عم نرتب العدة ونظبط العدة وإن شاء الله خير. بس اعطيني شوي، يلا ثواني بس. ايه يلا 100%. ثواني بس. يا يلا أنا جاهز 100%. وهاي الزعرة الصفراء عم تجي تغط حد الجهاز مباشرة. قلت لك بالكبيرة بالكبيرة. شفتها 100%. برافو، هيك بدي اياك يا سبعي. ما قلت لك ما بيمشي الحال، جلد اسميك. وهي التانية يعني اجوا ثلاثة اخذنا ثلاثة. هاي التانية ورور. ليك التالتة ما انتبهت الا وين وقعت بالضبط. طيب وهي الثالثة يعني أنا كنت مركز لأنه بعض عن بعضهم مركز ال عفرت وحدة الكاميرا. هاي الثلاثة مع بعضهم ورور. لا اخو يلا خلص راحت. هاي سيد الزعرة الصفراء انا جاهز. يا عيني عليك. يا
يلا يلا ايه ايه جاهز يلا قوس يلا قوس بعيدي يلا أنا جاهز وين بالضبط أنت قال لي إيه إيه شايفة شايفة جيب انا اشوف ايش اللي انا قوسته هلا ايه لا فكت يعني صار لي مرتين هاي بيكون من الخرطوشي ما من هاي الزعرة الصفراء جيت وغطى قدامي في وحدة وسطها اجوا غيرها ثلاثة أربعة عم نحط دروب هلا عم نحط خرطوش هلا في وحدة راح اوسها راح اقوم جيب اللي قوستها